سيدة جاية العيادة مع زوجها أو مع والدتها وبتشتكي إن عندنا مشكلة في العلاقة الزوجية، مشكلة الناس بتتكسف تتكلم عنها، مشكلة ممكن تؤدي بشكل كبير للطلاق، هو إن إحنا مش عارفين إزاي نبدأ نحل ونتعامل مع مشاكل العلاقات الزوجية، أو إزاي أصلا نتعامل مع مشكلة العلاقة الجنسية في الزواج بشكل صحيح. والفيديو أنا بأكد في الأول إن إحنا مش للأطفال، الفيديو للناس المتزوجة، عسى إن الكلام ده يساهم في إعمار بيت. في بيوت فعلا كانوا داخلين على طلاق والحمد لله رب العالمين الدنيا كملت، فأنا فعلا بعمل الفيديو ده بنية إن إحنا إن شاء الله ننقذ بيوت كتير من سكة الطلاق، نعمر بيوت كتير. وأتمنى منكم قبل ما نبدأ الفيديو دلوقتي وقبل ما نبدأ الكلام في المواضيع دي إن إحنا ندعو للوالد بالرحمة والمغفرة والجنة إن شاء الله. الناس بتتخيل إن الأعضاء الجنسية في جسم الإنسان هي الأعضاء الجنسية الخارجية بس، وده مش حقيقي تماما. إحنا عندنا 3 أعضاء جنسية أساسية، أول حاجة فيهم هي المخ، وهو أكثر الأعضاء الجنسية تأثيرا. يعني الناس مش متخيلة قد إيه المخ ده ممكن يخلي الزوجين في مرحلة تانية من مراحل العلاقة الجنسية بان هما يعرفوا يستغلوا الجزء ده صح، ومش استغلال الجزء ده في الاكسبكتيشنز او التوقعات او التخيلات والحاجات دي كلها، ده في جزء وهنتكلم عنه برضو خلال النقطة دي، بس اللعب الاكتر في نقطة تانية هنتكلم عليها. تاني عضو جنسي مؤثر وما ينفعش ما نتكلمش عنه هو الجلد، لانه هو اكبر الاعضاء الجنسية في الجسم، ولو تم استغلاله صح وعرفنا ايه الاماكن اللي ممكن نشتغل عليها عشان خاطر نبدأ نلعب على النقطة دي، وامتى، وده اهم من ايه هي الاماكن، امتى نبدأ نعمل انيشيشن فيها وازاي نبدأ نعمل انيشيشن، دي حاجات هتفرق بشكل كبير قوي في العلاقة. تالت عضو ويمكن هو اقلهم اهمية بس هنتكلم عنه برضو وهنقول الحاجات اللي انتم المفروض تسمعوا عنه، هي الاعضاء الجنسية الخارجية. اول عضو فيهم احنا قلنا اللي هو الاكثر تأثيرا هو المخ. وقبل ما نتكلم عن المخ ونخش في النقط اللي انتم عايزين تسمعوها او اللي انتم متخيلين ان احنا هنسمعها، هنتكلم عنها برضو، بس الاول محتاج اشرح لكم موديل اسمه باسون موديل. بيقول لك ان العلاقة الجنسية مش بتبدأ مع بداية العلاقة على السرير خالص، العلاقة الجنسية بتبدأ من أول اليوم، العلاقة الجنسية بتبدأ في الحياة عموما. يعني لما زوج وزوجة يبقوا علاقتهم كويسة مع بعض، علاقتهم قوية مع بعض، بيعاملوا بعض بشكل كويس طول اليوم، بيهتموا بتفاصيل بعض، العلاقة الجنسية بتاعتهم بتبقى أقوى بكتير جدا من علاقة جنسية قايمة على فكرة اتنين مش طايقين بعض بيعملوا أداء واجب. وهنا يعني في ناس بتسأل سؤال مهم، يقولك طب ما في علاقات فتيات الليل، ليه علاقات فتيات الليل دي ممكن يكون فيها جزء من المتعة؟ وهنا انت بتجاوب على نفسك، احنا هنا ما بندورش على متعة، ممكن يكون فيها متعة والمتعة لحظية، المتعة ما بتكملش، المتعة ممكن يجي بعدها لو احنا بنعمل حاجة غلط تأنيب ضمير شديد، ممكن يجي بعدها نخش في مشاكل في اكتئاب في في في. العلاقة الزوجية يعني حب، يعني مودة، يعني سكينة، يعني رضا. تاني نقطة هي فكرة الاهتمام، واحنا زي ما احنا عارفين الاهتمام بتطلبش طبعا، فيعني الست بتبقى منتظره اهتمام الراجل، والراجل بيعبر بشكل غلط عن اهتمامه للست. يعني هقول لكم على مثال بسيط يلخص لكم فكره الاهتمام دي. يعني الست لما تيجي تقول للراجل السؤال المشهور اللي مفيش بيت بيعدي يوم من غير ما يتسمع فيه السؤال ده، تاكل ايه النهارده؟ فالراجل يسمع تاكل ايه النهارده بيتخيل ان مراته بتساله تاكل ايه النهارده، فيقول لها اي حاجه، يعني اي حاجه انت هتعمليها كويس. فهي تترجم الكلام ده عدم اهتمام وعدم تقدير، وان هو مش بيحب اكلها ولا عنده اهتمام باكلها اصلا، وان اي حاجه كل حاجه محصله بعضها. الست لما سالت السؤال اول اليوم كان قصدها بتقول للراجل قول لي ان انت بتحب اكله من اكلاتي، قول لي انت مهتم باكله من اكلاتي، انا بوضح لك اللي انا عايزه اطبخ الاكل اللي انت بتحبه، فانت رد لي الكلام الحلو ده بان انت تقول لي ان انت بتحب اكله معينه من اكلاتي، او تشكرني، او تعبر لي يعني تعبر لي عن حبك واهتمامك. الراجل بيقرا الكلام بقى بشكل واضح وصريح، هي بتقول لك تاكل النهارده، فتاكل النهارده، فبيقول لها اي حاجه. يعني لو الراجل بقى قال لها ياه لو انت تعملي لنا الاكله دي النهارده، لان الاكله دي لما عملتيها الاسبوع اللي فات افتكر ميموري كانت هايله وكانت حاجه تحفه، بس لو نزود عليها حاجه بسيطه كده، عارف لو هو قال الاول اعمل لنا اكله الاسبوع اللي فات بس بيخلي بالك عشان خاطر الملح كان قليل شويه، هو لو يقول لها بقى لا بس لو تزود لنا عليها شويه ملح يا ده هتبقى تحفه، بس ما شاء الله كانت الاكله تحفه، تسلم ايدك وشكرا على الاكل. فهي دي حاجه هتفرق معاها في نفسيتها مش يوم ولا يومين، ممكن اسبوعين ثلاثه. الست لما تتكلم لازم الراجل برضو يترجم ويشوف هي قصدها ايه، والست لما تتكلم ارجوكي راعي الراجل ان هو هياخد الكلام بشكل سطحي، مش متخيل
الابعاد الجميله والكتير. الراجل احنا ابسط من كده يا جماعه. نفس الكلام الراجل لما انت تعبري له اللي انت بتحترمي مساحته الشخصيه وتدي له المساحه الشخصيه بتاعته، اللي هو ممكن يبقى محتاج يتفرج على حاجه، محتاج يقعد مع نفسه شويه، محتاج يفكر في اللاشيء. ومش معنى ان هو قاعد بيفكر في اللاشيء ان هو بيفكر يتجوز عليكي او ان هو خالص. والله احنا يعني احنا ابسط من كده. احنا بنفضل نفكر في حاجات تافهه لدرجه ان احنا بنتكسف نقول عليه. كل الناس على فكره يعني مزنوقه بمستوى ما. يعني اتذكر يعني دكتور استاذ لينا كان في محاضره في سنه رابعه، عمري ما هنساها، قال لك يا ابني كلنا مزنوقين. قال انت مزنوق في فلوس اللي بتحوشها عشان الموبايل بتاعك، انا مزنوق عشان قسط الشقه بتاعتي، الاستاذ بتاعي مزنوق عشان خاطر قسط فيله الساحل، استاذ تاني كل واحد ليه الزنقه بتاعته اللي مزنوق عشانها. فيعني احنا في الاخر هتلاقينا كلنا مزنوقين. فلازم لازم على قدك برضو من مرتبك تعمل منه اقتطاع حتى لو لجزء بسيط، تسميه جزء الحاله النفسيه للاسره. وده مش عشان خاطر مراتك والعلاقه الزوجيه والعلاقه الجنسيه بس، ده انتوا ممكن تخرجوا بيه مره في الاسبوع عشان حالتكم النفسيه وعشان خاطر علاقتكم ببعض. ده انتوا ممكن تشتري هديه لمراتك، ده انتوا ممكن تعزمهم على عزومه حلوه اخر الاسبوع. الحاجات دي يا جماعه والذكريات اللي بتتكون دي مهمه فوق ما تتخيلوا. احنا مش اكل وشرب ومعيشه وتعليم وبس خالص، احنا حاله نفسيه. الحاله النفسيه دي لو اتحسنت عن طريق الهدايا والحاجات البسيطه اللي احنا بنعملها دي تبقى حاجه زي الفل. النقطه اللي بعد كده خامس نقطه، ويمكن انتوا ايه يعني هنخش بقى في جانب تاني، هو فكره البعد عن الاباحيه. يمكن واحده من اكتر الافات اللي بتاثر على شبابنا واطفالنا الصغيرين من صغرهم هي فكره الافلام الاباحيه. بيعتبروها مصدر للثقافه الجنسيه، وللاسف بياخدوا منها معلوماتهم، وما بيتخيلوا ان الاجسام المفروض تبقى بالشكل اللي بيشوفوه في الافلام ده. فيعني الافلام دي يا جماعه عمليات تجميل، تصوير، زوايا كاميرات، مكياج على الجسم، حوارات بتصور على كذا يوم. فانت متخيل ان هو بيفتكر ان ده الاداء اللي هو هيبقى المفروض يبقى عليه، ولو ما بقاش عليه يبقى عنده مشكله، ودي المفروض تبقى شبه مراته، والشكل بتاع الفيلم ده يعني مشكله كبيره. وبعدين بقى هو ايه بيصل مستوى الاثاره بتاعه، يعني الحاجه اللي بيثار عشانها بيفضل يعلى 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 لحد ما يوصل لمستوى معين، وبالتالي بيبقى منتظر في العلاقه الزوجيه بتاعتهم ان هم لسه الاثنين ما عندهمش خبره وعلاقتهم ببعض مش قويه، ان هي تبقى في المستوى ده عشان يعلى الاثاره. فيلاقي ان ده ما بيحصلش، فيلاقي الراجل جاي بيقول لك انا عندي ضعف انتصاب. انت عندكش ضعف انتصاب، انت عندك زياده في الاكسبكتيشن والتوقعات بتاعتك لدرجه كبيره، لدرجه ان انت متوقع حاجه معينه في العلاقه تحصل اللي بتشوفها في الافلام ما بتشوفش في الافلام، فبالتالي ما بيحصلش عندك اثاره، فما بيحصلش انتصاب. تفتكر ان انت عندك ضعف انتصاب وبتبدا تاخد بقى فياجرات والله لو خدتها حقن والبوس، ما فيش. ما انت يعني مشكلتك مش عضويه، انت مشكلتك اللي انت عمال تعلي في مستويات الاثاره عندك. عشان كده رفقا بنفسكم وبلاش اباحيه. الاباحيه دي مدمره، وبلاش تحكم على مراتك وتقارنها بحد تاني، لان اصلا اللي انت بتشوفه في الافلام ده مش الحقيقه، ده بعد المونتاج. سادس نقطه، خليكم صادقين في متطلباتكم وخيالاتكم مع الطرف التاني. يعني دي بقت مراتك او ده بقى جوزك، فانتوا الاثنين المفروض موده وسكينه، وانتوا الاثنين ستر وغطا على بعض. مفيش مشكله ان انتوا لو انتوا ليكم متطلبات خاصه، ليكوا حاجه هتبسطكم، ليكوا عايزين لبس معين، عايزين حاجه معينه، اتكلموا فيها مع بعض. يعني مفيش مشكله، ده جوزك ودي مراتك، اتكلموا. سابع نقطه، واللي محققه مبيعات وهميه في ادويه تاخير القذف ومضادات الاكتئاب اللي ممكن تاخر القذف والحاجات دي كلها، انت مش محتاج تستنى القذف، ومش محتاج تاخر القذف، ومش محتاج تقول القذف هيجي بدري ولا هيجي امتى. احنا مش في سباق. الهدف من العلاقه اللي انت وهي انتوا الاثنين كازواج تنبسطوا. يعني فكره اللي انت خايف ان القذف يجي بدري فده ضغط عليك ممكن اصلا يسبب القذف البدري، فانتوا الاثنين المهم ان احنا نخرج من العلاقه، مش مهم اصلا يعني ممكن طرف من طرفين ما يحصلش قذف معاه، المهم ان انتوا الاثنين تبقوا مبسوطين، المهم ان انتوا الاثنين تبقوا خارجين من العلاقه تنبسطوا اثناء العلاقه بس. احنا ما بندورش هنا على دوبامين متعه، احنا بندور على سعاده، بندور على البينيات بتاعه العلاقه. وخلوا بالكم ان مش الاشباع بتاع القص ده بس هو الاشباع الموجود، الناس بتفتكر ان ده بس الاشباع، لا، ده في انواع اشباعات كتير احنا ما نعرفش عنها حاجه. في اشباع عاطفي، في اشباع، اقول لكم على حاجه، ده في ناس بعد ما بتقصف كل واحد بيتجه لاتجاهه وبيسيبوا بعض، ودي مصيبه كبيره هنتكلم عنها بس في النقطه بتاعه الجلد مش هنا. انتوا لازم يبقى في بينكم يعني بعد العلاقه يكون في بينكم يعني انتوا الاثنين يعني نوع من انواع الكوميونيكيشن. دي ايموشنز مطلوبه برضو في العلاقه، ومن ضمن الحاجات اللي احنا محتاجين نوصل فيها للساتسفاكشن او يبقى فيها نوع من انواع الرضا. فعشان كده بقول لكم يا جماعه احنا جاهلين حرفيا، يعني احنا بندور على الاشباع بتاع القصف ده، وده
حاجه من ضمن حاجات كتير. وفي اشباعات كتير في المتعه اثناء العلاقه بقى، متعه وفي اشباع في سعاده وفي اشباع عاطفي وفي وفي اشباع مع بعض العلاقه، وفي الكلام ده يا جماعه احنا لازم نبقى مدركينه. وتامن نقطه، بما اننا اتكلمنا على الضغوط فاحنا محتاجين نتكلم على السيدات اللي بتلبس اجوازها ضغوط. يعني في سيدات برغم المشاكل بقى الموجوده، احنا نعتبر نفسنا بقى ما نعرفش حاجه ولا نسمع الفيديو ده، فبيبقى في مشاكل بينهم كتير وخناقات وقرف وبتاع، وهي بتخانقوا على مش عارف ايه، وهو بيتخانق معاها على ايه، وبعد كده اخر اليوم كنوع من انواع اداء الواجب الاثنين بيتقابلوا، وبعد كده تبقى حاجه يعني هما الاثنين عايزين يخلصوا وفاهم، وبتبقى حاجه كده ما يعلم بيها الا ربنا. فبعد كده ممكن يكون الراجل عشان خاطر الظروف اللي احنا اتكلمنا عنها ما يحصلش انتصاب او يحصل اي مشكله بسيطه او حاجه، فهي تروح ملبسه ضغوط اكتر، تقول له انت عندك مشكله، انت ليه ما بتروحش للدكتور، انت ازاي كده، انت مش عارف ايه، فهتلبسه ضغوط اكتر من الضغوط اللي هو شايل. هو الراجل اصلا مش عايز يروح لانه انا زي الفل، انا في حاجه غلط، ما انا ببقى كويس، ايه اللي فيه ايه، فهي بتشيله ضغوط اكتر، فهو بيبقى داخل بالضغوط دي وهو داخل العلاقه اللي هي اصلا اداء واجب وحاجه ما يعلم بها ربنا وحاجه روتينيه. وبتيجي بقى الست بقى مع امها غالبا بتفضل تشتكي لك امر الشكوى من جوزها وتقول لك ده عمل معايا كذا وعمل معايا كذا وعمل معايا كذا. تخيل بقى له كذا سنه كده وما بيروحش للدكتور المفتري ومش عارف ايه، وما راحش الا مره واحده بس عشان ابقى حقانيه، بس حصل كذا وكذا وكذا ومش عارف وايه وايه وايه، وتفضل تحكي لك عنه مر الشكوى. وبعد كده تستغرب ان انا بعد ده كله بروح قايل لها حضرتك المشكله عندك انت مش عند جوزك، جوزك زي الفل وجوزك تمام، بس حضرتك عندك مشكله واحد، عندك مشكله اتنين، عندك مشكله تلاته، عندك مشكله اربعه، فهو كل ما بيشوف وشك بتحسيه بالعجز، فبالتالي بيحصل مشكله، فمشاكلكم كلها اللي في البيت اللي انت متخيله ان جوزك السبب فيها حضرتك السبب فيه، وبنبدا معاها واحد اتنين تلاته اربعه وبنبدا معاها بشكل معين واتكلموش، وبتلاقي الدنيا بقت زي الفل الحمد لله ربنا كرم ومشاكل اتحلت. فده اللي انا بكلمكم فيه يا جماعه، ادركوا ان الضغوط دي مدمره، مش على مستوى العلاقه الجنسيه بس، على مستوى العلاقه الجنسيه والزوجيه، مستوى شخصياتكم مستوى عيشتكم مدمره على كل المستويات. رقم 9 الجمال. هنا بقى في الهوس بتاع برضه بيجي لنا برضه في العيادات بتاعت النساء والولادة، ناس كتير قوي بيشتكوا من الموضوع، تيجي تقول لك انا عايزه اعمل عمليه تجميل عشان انا مش مبسوطه من شكلي، حاسه مش عارف ان ايه اكبر من ايه، حاسه ان مش عارف ايه اكبر من ايه، تقول لك طب وقول لي دكتور تجميل كويس عشان انا عايزه مش عارف اغير ايه، عايزه مش عارف اعمل ايه، عايزه اعمل ايه، وتروح وتلاقي الست يا عيني بتصرف كميه فلوس على التجميل عشان خاطر عايزه تبقى نفس القالب بتاع الابحيه اللي انتوا عارفينه، ودي مصيبه، مصيبه كبيره. احنا كلنا جمال بشكل ما، يعني كل الناس اللي موجودين على وجه الكره الارضيه فيهم جمال، بس الفكره ان هم يكتشفوا موطن جمالهم. افتكر ايام الكليه في محاضره من محاضرات التجميل، في حد دخل استاذه دخلت سالتنا قالت لنا يا جماعه ايه مفهوم الجمال، فالناس كلها قعدت تتكلم وتقول حاجات وبتاع، فانا رفعت ايدي وقلت لها التناسق، وطلع الحمد لله صح يعني، بس بشكل مش صح قوي يعني، بس هو اللي عايز اقوله لكم ان الجمال مش هو ان حد كله شكله ابيض، حد مش عارف ايه، مش عارف المناخير تبقى ايه، لا، الجمال في التناسق والتماثل الموجود، وان الدنيا كلها تبقى شبه بعضها. عارفين بالظبط عاملين زي ايه؟ بيت تخشوا تلاقيه البيت كله على الطراز الجديد، الطراز مودرن، الدنيا كلها العفش لايق بالوانه مع مش عارف ايه، كله شياكه، الاضاءات لايقه معاهم تحفه، هي تحس ان كله اصلا يعني هي دي معموله مع بعضها. على الناحيه الثانيه بتلاقي بيت كلاسيكي جميل جدا جدا جدا، الالوان بتاعته متناسقه مع كده، تحس ان هو واخد الطراز العربي اكتر، بيت تاني واخد الطراز الانجليزي الكلاسيكي، بيت تاني تلاقيه الجمال هنا يا جماعه ان البيت كله على بعضه لايق على بعضه، واخد الروح بتاعه العرب، واخد الروح بتاعه الانجليزي الكلاسيكيين، واخد الروح بتاعه المودرن الامريكي، واخد الروح بتاعه مش عارف ايه، واخد الروح بتاعه، فهتلاقيه كده. غير بقى البيوت اللي انت تلاقيها بقى الناس اللي هو كل شويه نقوا حته مش عارف ادي من هنا ايه ادي ايه، تلاقي الالوان مش شبه بعضها والحاجه مش شبه بعضها والعفش مش لايق على الالوان والاضاءات زي الزفت. عارفين انتوا البتاعه دي اللي هو الاستخسار، ناخد من كل حاجه حاجه، فدي فكره الجمال. انت اعرفي ايه اللي يليق على وشك، اعرفي ايه اللي يليق على شكلك. تلاقي واحده مش مبسوطه من لون شعرها مع ان لون شعرها ده هو البيرفكت على شكلها، واحدة مش مبسوطة من شعرها مش ناعم مع ان شعرها الكيرلي ده هو اللي بيليق اكتر على وشها. فالفكرة كلها هنا في موضع الجمال، وانا اسف ان انا طولت فيها، ان انت لازم تدركي ان جمالك او جمال جوزك هو ناجم عن تناسق جسمكم مع بعض، وان انت تبقى روحك شبهك، ما تحاوليش تحاولي تمثلي حد تاني غيرك، حاولي تدي لجسمك ولشكلك الروح المناسبة ليه، حاولي تؤمني بنفسك، حاولي تعرفي ازاي تبروزي
وشك علشان يطلع انتي. ودي اللي احنا بنقول عليها البنت دي روحها حلوه. عارفين يعني ايه الولد ده روحه حلوه؟ روحه حلوه يعني هو منسجم مع ذاته، هو شبه نفسه، هو ده هو، انتوا فاهميني؟ هو ده اللي انا عايز اقول، ان انتوا تبقوا شبه نفسكم، تبقوا حتى لو في ديفو عندكم تعرفوا ان ده اختلاف فيكم انتوا، ده حاجه مميزه ليكم انتوا، فانتوا جمال، احنا كلنا جمال عشان كلنا مختلفين عن بعض. فاكتشفي موطن جمالك، واللي هيخلي الناس تقول عليكي جميله هو ثقتك بنفسك. خلي عندك ثقه بالنفس. وهنا ده يدخلنا للنقطة العشرة بتاعت ان الراجل يقول كلام حلو للست لانها عندها احتياج للكلام الحلو. لو ما حضرتك ما قلتلهاش الكلام الحلو ده ممكن اي حد بره والشيطان شاطر يحاول يخشلها عن طريق الكلام الحلو ده. فانت قول لمرتك كلام حلو، قول لها ان هي جميلة، قول لها ايه مواطن الجمال فيها، قول لها ايه اكتر حاجة بتعجبك فيها. الحاجات دي هي منتظرة تسمع منك وهتبقى مبسوطة. يعني احنا في حتى كوميكس حاجات بالناس بتتريق على ان الست اول ما تقول لها انت خسيتي او انت مش عارف حلاوتي او تصدقي ان الضحكه الحلوه دي او بتنسى كل حاجه وتقول لها كده بجد كلمني اكتر عنها. فالست في اشتياق وفي حاجه بشكل رهيب ان هي تسمع كلام حلو. فارجوك سمعها كلام حلو. دي كانت النقط بتاعه المخ. لو احنا لعبنا على المخ صح عن طريق العشر نقط اللي احنا قلناهم دول، فانا اضمن لكم علاقه جنسيه ناجحه، خاصه لو ركزنا على نقطتين الباقيين، نقطة الجلد ونقطة الأعضاء الجنسية الخارجية. نركز الأول على نقطة الجلد. بما أننا ذكرنا نقطة الجلد، ففي حتة مشتركة بين الجلد والمخ هي فكرة الشكل اللي احنا اتكلمنا عنها. فاحنا محتاجين في البيت، احنا الناس عندها كونسبت في البيت ان الهدوم لما بتبوظ بنستعملها في البيت، او الناس عندها كونسبت في البيت ان احنا في البيت احنا المفروض نبقى على أريحيتنا. انت فعلا في البيت المفروض تبقى على أريحيتك، بس لازم مراتك تشوفك في أحسن شكل، تجيب احسن هدوم للبيت، تجيب بيجامات مخصوصه للبيت، تقعد في البيت بهدوم نظيفه، تقعد في البيت بهدوم مكويه، تشم منك احسن ريحه، تحط مزيل العرق بشكل دائم، تحط بس الشكل اللي هو الصحي مش التاني اللي بيمنع العرق تماما، تحط بيرفيومز اللي هي بتحبها يعني. ونفس الكلام هي برده عشان خاطر ايه الناس بيفتكروا ان انا بكلم طرف واحد. ثالث نقطه ان هي تشوف منك احلى لمسات، ما تحاولش يعني تمارس معاها اي شكل من اشكال العنف، ما تحاولش ان انت تضايقها، بالعكس خلي لمساتك معاها لمسات ظريفه والمسها بشكل كويس. احنا هنتكلم عن نقطه اللمسات وازاي الكلام ده في النقطه اللي بعد كده يعني. كمان ان هي تسمع منك احلى كلام وتسمع منك افضل كلام وتكلمها باحسن اسلوب، تحاول تخلي كلامك مش حاد بشكل عام في حياتك عموما يعني، بس مع مراتك كمان خليك احسن لان دي ليها حق عليك. النقطه الثانيه محتاجين نهتم بالنظافه الشخصيه. والنظافه الشخصيه هنا في كونسبت غلط، ان الاستحمام المفروض يكون مع الاغتسال بعد العلاقه الزوجيه، مع ان احنا المفروض نستحمى قبل العلاقه الزوجيه كمان على الاقل. حتى لو مش هنستحمى لازم نغسل العضو الذكري خصوصا بشكل كويس قبلها، لازم نعمل شويه حاجات. انا اتكلمت على النظافه الشخصيه الخاصه بالعلاقه الزوجيه في فيديو اظن هيبقى كويس بتفرج عليه بشكل احسن يعني. واخر نقطه هنتكلم عنها ومش هستفيد بيها بشكل كبير، انا هجيب لكم صوره واريح نفسي وخلاص، هي فكره ان في اماكن معينه في الجلد، الحتت دي لو اتلمست بشكل صحيح بطريقه مظبوطه دي ممكن تبقى بدايه كويسه جدا لاي علاقه. وهنا يا جماعه بقى خلينا ايه نتكلم في النقطه دي برده مشتركه مع المخ، عشان احنا قلنا المخ اكثر الاعضاء خطوره يعني. احنا من ضمن الحاجات اللي المفروض الراجل والست يحسوا بيها عشان خاطر تبقى العلاقه ناجحه برده، ان المكان يكون امان، المكان ما يكونش فيه اي شكل من اشكال خطر. الخطر ده ما اقصدش خطر يعني، يعني ممكن ولد صغير يفتح الباب عليك وده نوع من انواع الخطر. ممكن لو الست تعمل عشاء رومانسي، ممكن الراجل لو هيجيب هديه حلوه، تبقى بقى انشيشن بسيطه من الراجل او من الست، غالبا بتبقى من الراجل اظرف يعني، تبقى لمسه معينه، قبله معينه، حاجات كده في الاماكن اللي احنا بنتكلم عليها دي، وتبدا بيها تنشيط العلاقه. الاساس في العلاقه الزوجيه مش الاعضاء التناسليه الخارجيه زي ما انتم شايفين. وعشان كده تلاقوا في واحد بادي بيلدر وتلاقوا الدنيا كده وبتاع، وتلاقي واحد تاني يعني على قده وصحته على قده، وتلاقي الاثنين دول مبسوطين كازواج، وهنا في مشاكل كتير وعمالين يروحوا لكده. في يا جدعان من الفيديو النهارده يكون كان مفيد ليكم، ما تنسيش تبعتيه لجوزك او ما تنسيش تبعته لمراتك عشان خاطر نبدا نخلي علاقتنا شكلها افضل، نبدا نخلي الاتجاه مننا احنا الاثنين، نبدا احنا الاثنين نخلي البدايه من عندنا دايما. ولا تنسوا الوالد من صالح دعائكم بالرحمه والمغفره والجنه.